ورانا كنا جزائريين. حبيت نقول حاجة من قلبي اليوم، إلا قص شي ناس ولا ضرت شي ناس بلا معنى بالي، نطلب منه السماح، ونطلب السماح على كل واحد. السلام عليكم المشاهدين الأعزاء، واش راكم؟ بغينا نحضروا، ولو أن الموضوع راه متأخر إلى أننا نقولوا، حنا عندنا غير الهضرة، بقالنا غير لسان طويل. حنا نهضروا، شفنا الأخ شير خالد مغني تاع راي، عنده أكثر من 30 سنة ولا 40 سنة وهو في المجال هذا، شفناه يقدم في اعتذارية. بغينا نعرفوا حنا، بغينا نشخصوا الحالة، علاه قدم اعتذار واش كاين؟ هو الانسان كيما نقولوا احنا، شخص شاب خالد راه شخصيه عالميه، هو يحسب على بلد اللي يخرج منها الجزائريين، ولكن شئت ام ابيت راه شخصيه عالميه في العالم العربي ولا العالم ككل، يعرفوا الشاب خالد. اذا كي يعرفوا الشاب خالد كيقول تصريح ماشي كيما انا، هو كيقول تصريح عنده وقع على محبيه في العالم، عنده وزن، خاص شخصية عالمية، ما عندكش تدير لها نتايا، نجمش تقلع على هذا الشيء، ما تقدرش تقلع على هذا الشيء. خاطش علاش؟ خاطش كان رافد مع رسالة تاع غناء ولا وبارطاجها وسمعها أغلب العالم، مهما كرهته ولا بغيته عنده محبين وعنده معجبين وعنده اللي يكرهوه. إلى أنه كي تكون شخصية كيما هكاك ذات وزن ثقيل، كيما الشخصية تاع الإمام، شفت واحد الفيديو تاع الامام تاع وهران، فين هو شخصيه محليه عموميه، بالك ما يدركش بهذا الامر، ما يعرفش هذا الامر، راه شخصيه محليه عموميه، يعني كاين اللي يتاثروا من حوله بهذا الـ بهذا الـ بهذا القول اللي يقوله ولا الفعل. وعليه انا نهضر لك باه نشرح لك الموقف العام، الموقف العام والنظره تاع، ما على باليش انا كيما تسميها انت، هي تاع نظام مسؤولين دنيا، النظره السائده دروك، حنا في 2024 النظره السائده، ما نجموش ندركوا هذه الشمس بالغربان. هو انه الشاب خالد انحاز، قال ودي على باليش انا في تصريحاته وكل شيء، الجهه، وهذيك الجهه ما همش داكور مع الجزائريين، بمعنى الانحياز تاعك غادي يشوفوك، غادي يشوفوك حنا مريحين ويشوفوك على اساس يطبقوا عليك المصطلح تاع عدوي صديقي، والعكس يطبقوا عليك العكس. وعليه الاخ خالد الانسان تصريحاته وهضرته تكون محسوبه، خاطش على خاطش راك شخصيه عالميه، وحتى الشخصيه المحليه العموميه ولا الشخصيه الوطنيه يقرا حساباته فيما يخص التصريحات، فيما يخص التصريحات اش تيهضر، يقول لك تحسب. بصح انا مواطن، انا نهضر ما يسمعوش بيا كاع، سبع ناثر ما عندي ما ناثر، ما يسمعوش بيا كاع، حتى يجوا يقرصوني ما يقرص، ما كانش انا اصلا ما كانش، غير نهضر هكا، مانيش مؤثر كبير. ولكن كي نجيو نوزنوا كنت شاب خالد، راه نوزنوا الامام تاع المسجد، راه عندك 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 قوه. ها شوف انت راك في الميدان تاع بمعنى الفن، وشوف حضره الامام راه في منبر رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال قول فلربما ما انتقاش العبارات الجيدة، قال واحد العبارات تبان شي ناس باللي ودي راك 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 تعمقت بزاف وراك قلت قول لا يجب قوله، بحيث هذا الشيء طبق عليك القوانين. كاين ما هو هذا القوانين شكون دارها؟ دارها المشرع الجزائري. المشرع الجزائري شكون؟ راهم دايرينها اللي انتخب عليهم الشعب، وعليه نحن نمتثل لتلك القوانين، وسوف تطبق علينا حرفيا. اما بالنسبه للسي خالد، السي خالد عنده مشروع في جارتنا المغرب التي لا نكون يعني الشعب لا نكون له الا خير، غير الخير، عنده قاعده شعبيه كبيره في المملكه المغربيه جيراننا وشعبنا، عنده قاعده شعبيه، معظم حفلاته بزاف يديرهم ثم هو، فلربما الخطا تاعه، فلربما ما نعرف ان اصبته فمن الله وان اخطات فمن النفس والشيطان، فلربما هو حكم العاطفه تمادى في القول تاعه باه يمدحهم على ويثني عليهم على الشيء اللي قدموه له وعلى المشاريع اللي راه يدير فيها ثم، وعلى الحظوه اللي يلقاها في المملكه المغربيه.
قال اودي انايا نبادر بالقول ونقول التحيه ونقول ذيك ونقول ذيك ونقول ذيك، لا باه يزيدوا ينطربوا لي ولا خدار خطا، هو ما حسبش الجهه الاخرى. هي النصيحه واش تقول انت في ميدان الفن، ولا راك مغني، ولا راك مهما كنت بوزيتيف ولا نيجاتيف راك ملك الجميع، وعليه دائما روح للحياديه اللي بغيت تنجح تجارتك وتنجح خاصك الشيء كاع الربح. التزم الحياديه، انت دخلك في البوليتيك امور سياسيه وجيو بوليتيك وتنحل عبر القنوات الدبلوماسيه وعبر القوانين تاع الامم المتحده، وعندها ناسها يعني مختصين في هذا الشيء قارين على هذا الشيء، كاينه قياده سياسيه، كاينه عندها نظرات تعرف كيفاش تحل المشاكل. ولكن انت كي تجي تحط ترتقي على روحك تلقى روحك مغني مشهور عالميا، عندك وزن، عندك جمهور، عندك ذيك، اقعد غير في الحياد باه انت ما تبكي الذيب ما تتغيض الراعي. كي تنحاس كيما هكاك صح تقبلك جهه ما، ولكن الجهه الاخرى تطردك عدو، والعكس صحيح وعلي. ايفيتي عليك تا كاع هذا الشيء، دخلني انا في التصريحات التي لا غنى عنها، لا تسمن ولا تغني من جوعس. خاطر شفنا الشاب بلال سئل بعد السؤال هو فخ، ولكن كان ذكي، كان يمتاز بالذكاء والفطنه، يا اخي قال لهم انا خاطيني، انا تغنى، انا خاطيني هذا اللي. هذاك هو حقيقة الحياة ليس لي ولا علي، ولكن تديك العاطفة تقول قول فلربما توجع نفسك من حيث لا تدري. أنا كمواطن كشعبي أنا أود عمي أنا أصلا ما راح ليش، أنا ما راح ليش فيك، حريتك الشخصية وأفكارك ملكك، أفكارك هذو ملكك، فلربما لا دخل لي أنا فيما تفكر، لا دخل لي، لا دخل لي فيما تعتقد، لا دخل لي في امورك التجاريه، ما لا دخل لي كمواطن كشعبي. ولكن كي يكون ريسبونسابل ونوزن راه يكون راي واحد اخر، كي يكون في كرسي ونوزن راه راي واحد اخر وراه تصرف اخر، التصرف هذا طبقا للقواعد السياسيه، طبقا للقواعد السياسيه نحكم القواعد السياسيه لخاطر على خاطر المنصب يفرض علي تحكيم القواعد السياسية في التعامل مع أي تهديد، مع أي أمر غير منضبط في المجتمع، أي منضبط في دولة، لونتوراج الدول تاع اللي بحولنا. اللي يقلي دائما نكون فني أنا فاطم، فني أنا عندي قرارات نتخذها، وسائل رضعية نتخذها، خاطش على خاطش الكرسي يفرض علي هذاك الشيء. أنا دروك كان جيت مواطن أنا ما راح ليش، بصح لو كان نتحول نولي في كرسي نولي نفهم فم واحدة أخرى. لا خالد جات كيما هكاك وعليه سي خالد. نطلب من اخي انت بالحق قاعد راك كبير، راك كبير جاي شايف عايف على بالك كلشي، اش غادي نجي ننصحك، ولكن التزم الحياد يا اخي. انا خاطيني انا تاع نغني وندير كلشي بعدوني، انا خاطيني يا خويا، انا ما نجي لا معاد، انا خاطيني، انا نبغي كاع العالم، انا نبغي كاع الانسان مهما كان الانسان نبغيه، وانتهى باه ما يكون عندك حتى مشكل. حتى الاخ تاعنا الامام تاع وهران فلربما قلت قول ما يتحملوش ناس، وبالتالي يتاخذوا ضدك الاجراء. خاطش علاش؟ خاطش لسانك هو اللي قال. ولو الانسان يكون فاطم كي يسم فاطم، ما تشخصنوش الامور، ما تسبوش هاك، ما حتى واحد ما يقبل السب، حتى واحد ما يقبل. ولو اننا رانا نقولوا في الواقع ونقولوا في الحقيقه، ولكن حتى القول راه يقتل، حتى القول راه يوجع. الانسان اللي يبغى يعارض هذا الشكل من اشكال التقويم، هذا شكل من اشكال تقويم المسؤولين، الانتقاد، هذا الانتقاد اللي عنده رساله ويحمل رساله وما هو جارح وكل شيء، بني شكل من اشكال التقويم، مليح. ولكن نتمنى من خوتي ونطلب من خوتي انهم يكونوا بعد كل البعد من الامور اللي تديهم للحبس بوريا. هذوك يعني الانسان علاه يسب وعلاه يطيح وعلاه يدير وعلاه يدير، ماكو فاهم علاه يهين انسان وعلاه يقذف وعلاه فيلتري. خويا صفي واهدر، خاصه كي تكون شخصية محلية ولا شخصية عمومية ولا دخلك تحسب هذا الأمور. هذا الشيء اللي شدها بغيت نحكي عليه أنا، هذا الشيء اللي شدها. ولو أنك تقول الحق تأكد بلي ماكش في وقت سيدنا عمر بن الخطاب، ما راكش في وقت سيدنا عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر بن الخطاب كان تالي في العام يجي يقول له ودي هذه ودي ودي ودي، وعادي جدا. خاطش علاش؟ خاطش الجو سائد والمناخ سائد، كان فيه عدل، كان فيه ذي، كان فيه استماع، كان فيه أمور بزاف تخلي الرعيه تهدر تعبر دير. ترى وكره كاين شونجمون كبير بزاف بزاف، امشي على حسب
تعامل على اساس انك تمارس السباحه ولقيت موجات تعامل معها، ماكش غادي تروح لتجي الموجه فاسخه خاصك غادي تكمل معها، تعامل معها، تبع المفهوم، تبع المفهوم لكي تسلم، خاطر فاني ترى وراك عيال وراك ولاد وراك ضيف وراك بزاف. المهم المشاهدين الاعزاء هذا الشيء اللي بغيت نقوله، وان يعني كان الشيء صحيح اللي قلته فذلك من الله سبحانه عز وجل، واللي غلط فمن نفسي والشيطان. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وربي يحفظكم، والله لقينا ملاقات الخير.